صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء المميز. نطلع عليكم احنا اليوم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، ونصبح عليكم على كافة أرجاء دولتنا الإمارات أغلى وطن، ونصبح عليكم مستمعينا الأعزاء في صباح هذا اليوم الجميل. الجو ما شاء الله برا يجنن، ما شاء الله دخلنا في الشتاء والنسايم الشتاء، والجو وايد حلو ويشجع وايد على يعني مثل يقولون النشاطات الخارجية، طلعات البار، الاستمتاع بالجو، ممارسة الرياضة. للناس اللي كانت تحجج في الصيف إنه حر وما تبي تشترك في الجيم، الحين جو وايد حلو عشان نستمتع بالجو ما شاء الله. يعني فعلا شتاءنا أجمل شتاء، شتاء شيء ونيس وحلو وبارد والجو لطيف، فحرصوا تستمتعون بالجو الجميل هذا، المناخ المعتدل اللي يكون في فصل الشتاء. ولكن دائما نقول نحب دائما نكون نستمتع وإحنا بصحة وسعادة، وأكيد برامج بصحة وسعادة يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس. تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. في البداية طبعا نذكركم بأرقام التواصل، لأن برنامج إذاعي من غير تواصل مستمعين يكون برنامج ناقص، لأن تواصل مستمعين يثري البرنامج، اقتراحات، ملاحظات، مداخلة مع ضيف، عندكم موضوع حابين نطرحه. ودائما أحب أكد على موضوع عندكم مواضيع تحبون أن نطرحها، لأن في النهاية البرنامج يقدم لكم أنتم يعني تستلمون المعلومة أو يصل لكم البرنامج. فإذا في أي موضوع تواصلوا معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودتوا دائما فقرات برنامجنا أو شيء نبتدي به خبر أو دراسة عالمية، بعدين يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا، وبعدين يكون عندنا فقرة التغذية. نطرح فيها اليوم موضوع فوائد الماء في فصل الشتاء، لأن طبعا الناس في فصل الشتاء ما تحس بالعطش فيقل استهلاكها للماء. والفقرة الأخيرة راح تكون عن تطبيق هيئة الصحة بدبي والخدمات اللي يقدمها للمرضى وللمتعاملين. نبتدي أول شيء بالخبر. الخبر يقول عوامل تزيد خطر الإصابة بفطريات الفم. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الفم والأذن والحنجرة أن الفطريات تهاجم التجويف الفموي والبلعوم والمريء والجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، بصفة خاصة طبعا مرضى الإيدز والسرطان ومن خضعوا لعمليات نقل الأعضاء. وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة الأخرى تشمل داء السكري، الأمراض المعدية الحادة مثل الالتهاب الرئوي أو وايد من الناس يعرفون اسمه باسم النمونيا، تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية. وطبعا نقول مضادات حيوية، نقصد أخذ مضادات حيوية يا إما بغير وصفة طبية أو عدم الالتزام بكورس المضادات الحيوية اللي يصف لكم من الطبيب. يعني يأخذ الأدوية يومين يوقف، تحس عمره تحسن، بعد فترة يرجع يمرض، يأخذ كورس أدوية مضادات حيوية أخرى، وهذا كله يأثر في المناعة. فطبعا الأدوية مثل ما قلنا المضادات الحيوية، أدوية العلاج الكيميائي، بخاخات الربو المحتوية على الكورتيزون. ورد أكد بخاخات الربو تحتوي على الكورتيزون بنسبة بسيطة، لكن القصد هنا الاستخدام قد يكون غير المنتظم أو الاستخدام بكميات كبيرة تبع للحالة الصحية. وطبعا أحد الأسباب لتزيد خطر الإصابة بفطريات الفم عندنا سوء التغذية، خصوصا نقص الحديد ونقص فيتامين ب، والتدخين واستخدام أطقم الأسنان، ومثل ما قلنا سوء استخدام المضادات الحيوية. يمكن الاستدلال على وجود الفطريات في الفم من خلال عدد من الأعراض، مثل شو؟ مرات واحد يحس أنه في خشونة في الفم في بعض المناطق، جفاف ما يروح من الفم مع شرب الماء، حرقان في بطانة اللثة، الإحساس بالعطش المستمر، اضطرابات التذوق، انبعاث رائحة كريهة من الفم، تكون لون أبيض على اللسان وعلى التجويف الفموي. وهذا التكون لون الأبيض دائما نقول للمريض كيف تفرق، خصوصا في الأطفال، بين هل هو حليب أو هل هو فطريات. إذا يعني نمسحه بقطعة كلينكس أو بفرشاة أسنان على الخفيف، رح إذا هو حليب رح يروح، لكن إذا فطريات رح تلاقونه ملتصق باللسان أو تجويف الفموي. طبعا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة الأدوية
المضادة للفطريات. طبعا مثل ما قلنا احد العوامل هي سوء استخدام المضادات الحيويه، واحيانا يعني يؤسفنا لما نشوف مع كثره التوعيه بخصوص موضوع المضادات الحيويه الى الان بعض الناس تصر على اخذ مضادات حيويه وهي ما تحتاجها. تقول الدكتور لا انا عارف اني بتعب بعدين اعطني المضاد، ويشترون يبتدون في المضاد والاعراض عندهم بسيطه، وفي نفس الوقت في ناس اخرين ينوصف لهم المضاد بسبب الحاله الصحيه اللي عندهم لكن ما يكملون كورس المضاد. يعني المضاد 7 أيام أو 5 أيام، خذوا 3 أيام حسوا عمرهم تمام خلاص صحتهم زينة، وقفوا المضاد. بعد فترة للأسف 2 أو شهرين أو شيء يريدون يتعبون مرة ثانية ويحتاجون كورس مضاد آخر لأنهم ما كملوا الكورس الأول. فهذه رسالة نشجع الجميع أنه إذا الطبيب قالك لا تحتاج مضاد حيوي لا تصر عليه، لأنه ترى معظم طبعا أغلب استخدام مضادات الحيوي يكون في أعراض الزكام، أكثر من 90% أو خلينا نقول 80% عبارة عن أعراض فيروسية ما تحتاج مضاد حيوي. إذا تحتاج المضاد والطبيب كتب لك إياه التزم بكورس المضاد كمله كامل إلى آخر يوم. نروح لفقرة السوشيال ميديا. أسماء جاهزة؟ رح نروح فقرة السوشيال ميديا. طبعا أسماء الجناحي دائما معانا وتعطينا جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي يا أسماء. صبحكم الله بالنور سرور، عليكم دكتور وعليك المستمعين إذاعة نورزي. حياك الله، خبرينا ما هو جديد السوشيال ميديا لهذا اليوم الجميل؟ غير أصلا اللي كان أكثر تفاعل موضوع الإجازة اللي راحت صارت السبت والأحد. هم ما أدري زعلانين الجمعة ترى وايد حلوة نص دوام. الجمعة حلوة ترى نص دوام، هم مو مقدرين جمال الجمعة بيكون نص دوام. العمل عبادة. نعم أجل. يوم الجمعة كن كامل. أني عند بعض الأشياء اللي صار في قناة التواصل الاجتماعي غير موضوع الإجازة، كان هناك تغريدة من حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يقول فيها: افتتحنا مركزا جديدا لغسيل الكلى في منطقة الطوار بدبي، يعد الأحدث والأكثر تطورا في تصميمه وفي تطبيق أفضل البروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا، نشيد بدعم القطاع الخاص والجمعيات لجهود تطوير المنشآت الطبية، تكامل الأدوار بين مختلف الجهات يعد جزءا أساسيا من استراتيجية عملنا. أيضا كان في تغريدة ثانية لسمو الشيخ حمدان بن محمد يقول فيها: القطاع الصحي أولوية لحكومة دبي، ملتزمون بتوجيهات محمد بن راشد بالاستمرار بتطوير القطاع الصحي في دبي وتعزيز مكانة الإمارة في مجال تقديم الرعاية الصحية. دكتورة كانت هاي تغريدات بعد زيارة افتتاح سمو الشيخ مركز الكلى في منطقة الطوار، وأيضا نحب أيضا نذكر أو نأكد أن هناك مركزين لغسيل الكلى بنفس مثل يسمونه الستاندرد للمركزين، مركز الطوار أيضا مركز البرشاء لغسيل الكلى الموجود في المنطقة الأولى والمنطقة الثانية. أيضا هاي بالنسبة لمركز غسيل الكلى. هناك أيضا مجموعة من الاستفسارات اللي وصلنا بخصوص الجرعة الداعمة من لقاح فايزر بيونتك. كنا حاطين في قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة مجموعة من اللقاحات اللي يقدرون يأخذونها، لكن الأسئلة الأكثر استفسارا هي: إذا أخذ جرعتين سينوفارم وخذ جرعتين فايزر، هل أحتاج جرعة داعمة؟ بعد جرعتين سينوفارم وجرعتين فايزر ما يحتاجون يأخذون جرعة ثالثة إضافية. بالنسبة للي خذوا جرعتين من أسترازينيكا يقدرون يأخذون الجرعة الداعمة من لقاح فايزر بيونتك واللي هي توفر هيئة الصحة بدبي من خلال مراكزها المتوزعة في إمارة دبي. كيف يحجزون الموعد؟ يمكن يحجزون الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA App أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال. نحب أيضا نذكر أنه يمكن الحصول على زيارات المنزلية للمواطنين من عمر 50 سنة فما فوق، يقدرون يتصلون على مركز الاتصال 8342 لطلب خدمة التطعيم المنزلي لأولياء أمورهم 50 أشخاص من 50 سنة فما فوق. بالنسبة للمقيمين ممكن من 60 سنة فما فوق اللي ما يقدرون يجون المركز يقدرون أيضا يطلبون البوستر دوز أو الجرعة الداعمة من خلال مركز الاتصال 8342. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية، ونتمنى للجميع الصحة والعافية. وعسى دوم إن شاء الله بصحة وعافية يا أسمى حبيبتي. شكرا لك، ما شاء الله اليوم أثريتينا بجديد السوشيال ميديا وبالمعلومات المفيدة. شكرا يا أسمى، نهارك سعيد. نهارك سعيد.
مثل ما قالت أسماء الجناحي بخصوص الجرعات الداعمة لفايزر، إذا ما أخذت 2 سينوفارم وبعد ما أخذت 2 فايزر لا يحتاج جرعة داعمة، إذا أخذت جرعتين أسترازينيكا أنتم مؤهلين للحصول على الجرعة الداعمة من فايزر. وأنا أشجع الجميع وأهني كل حد يعني حرص أنه يأخذ الجرعة الداعمة من فايزر ويحرص على التطعيم. ولا ننسى تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ترى تقريبا بيخلص وقت الإنفلونزا الموسمية، احرصوا أنكم تأخذون التطعيم مالها، لا يتعارض مع تطعيم الكوفيد. وبشكل عام التطعيمات اللي يوصون فيها الأطباء ترى هي لمصلحتنا، هي ما تضر مناعتنا ولا تخرب مناعتنا، بالعكس تعزز استجابة الجهاز المناعي في حال تعرض لأي من الأمراض. ومثل ما نشوف إحنا التطعيمات على مدى السنوات ساعدت على القضاء على أمراض وايدة منها شلل الأطفال، فأنصحكم جميعا بأخذ التطعيمات حسب توصيات الطبيب. احنا رح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل يكون عندنا فقرة التغذية بخصوص فوائد الماء في فصل الشتاء. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. عندنا مداخلة من مستمع. صباح الورد. صباح النور، كيف الحال دكتورة؟ هلا هلا فيك أخوي، صباح الخير. صباح الخير دكتورة. أول شيء إحنا نشكر الهيئة، ما شاء الله جهودهم ملموسة وأحسن أدوية وأحسن دكاترة. بس الله. في ملاحظة بسيطة يا أستاذة. تفضل دكتورة. شوفي أنا كان عندي موعد يوم 15-11 موعد منظار مع الجهاز الهضمي. طبعا قلت لهم اتصلوا بي يوم 14، قالوا لي جاهز فحص كورونا وما أدري شو السوالف. فالمهم اتصلت في يوم 14 قلت لهم أنا ما أقدر أي باشر، وأبى أتواصل ويا العيادة ما حد رد علي، فبغيت يعني تأجلوا لي الموعد. قالوا خلاص أوكي خلال يومين عمل بنحدد موعد جديد وبنتواصل وياك. ومن يومها من 15-11 الحين بنكمل شهر، صار فيهم 3 مرات يقولون احنا بنسوي طلب وان شاء الله خلال يومين عمل بنسوي طلب، ولا حياه لمن تنادي. بس هم مشكلتهم في المواعيد بس تواصل وهذا بس. فانت الملاحظه دكتور ما عرفت اسمك اخوي؟ عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز، والنعم فيك أخوي. فأنت والنعم. الإشكالية اللي كانت عندك هو تأجيل موعد المنظار عشان كان فحص الكوفيد طالبي من عندك. إيه فحص الكوفيد وبعد انشغلت شوية لأن لازم نقول الصبح الواحد يصير صايم. نعم صح. والمحالين ما المحالين وهذا. إن شاء الله فالك طيب، خلاص بنحول رسالة إن شاء الله على هيئة الصحة إن شاء الله، وبيتواصل حد معاك وبيرتبون لك إن شاء الله موعد المسحة وموعد المنظار إن شاء الله. فالك طيب، ما يهمك أخوي. شكرا. الله يسلمك، يعطيك العافية، مع السلامة. الحين عندنا فقرة التغذية من مكالمة الأخ عمر. بيكون عندنا في الفقرة التغذية، طبعا الكثير منا يهمل شرب الماء مثل ما قلنا، خاصة في الشتاء لأن ما نحس بالعطش وما نعرق، فنحس أنه مو لازم نعوض نفس كمية الماء في الصيف، لكن احنا نكون غير مدركين الفوائد المهمة اللي يقدمها الماء للصحة العامة طبعا، ودوره في تفادي كثير من المشاكل الصحية. وللبنات اللي يسمعونا، الماء مهم لبشرة جميلة، لا تخسرون على منتجات وانتي ما تشربين ماء كافي. ترى الماء أساسي عشان تكون بشرتك حلوة، يكون شعرك حلو، لازم تشربون كمية كافية من الماء. وهذا بتخبرنا عنه أخصائية التغذية الأستاذ عائشة الحمادي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذ عائشة. صباح النور دكتورة. هلا فيك. شفتي من وين دخلت للبنات عشان يعني أسترع انتباههم، قلت لهم ترى حق عشان شعرك حلو وبشرتك حلوة لا تشربين ماء. هي طبعا نتكلم من هالناحية بعد إن شاء الله. إنزين، خبرينا عن أول شيء أهمية شرب الماء بشكل عام، ليش لازم نشرب كميات كافية من الماء؟ طبعا الماء مفيد حق كل وظائف الجسم بشكل عام حتى في الشتاء، فأنا بركز أكثر شيء على الشتاء اليوم. طبعا من انخفاض درجة الحرارة فصل الشتاء مقارنة بالصيف الشعور بالعطش يقل نفس ما قلتي دكتورة، فيزيد نقص الماء في الجسم، فطبعا بيأثر سلبا على العمليات الحيوية في جسم الإنسان. طبعا هناك الكثير من الأسباب اللي تخلينا نشرب ماء بشكل مستمر، وأهمها قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه يحافظ على صحة الجسم ويساعد على استمرار العمليات الحيوية والأيضية بشكل طبيعي سواء كان في الشتاء أو في الصيف. طبعا من أبرز فوائد الماء في فصل الشتاء أنه يزيد من مناعة الجسم ويقينا من أمراض الشتاء من نزلات البرد والزكام والكحة وغيرها.
ثاني شيء الماي يساهم بشكل كبير في عملية هضم الطعام، ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، ويحافظ على وزن طبيعي، خاصة أنه ما يحتوي على سعرات حرارية نهائيا. أيضا الماي يساعد الكلى على أداء وظائفها، وينقي الجسم من الأملاح، ويحسن من عمل القولون واللمعاء، ويفيد في وظائف المرارة، الرئتين، الدماغ، وفي تنشيط الدورة الدموية أيضا. ومثل ما قلت مساء دكتورة، إذا بنتكلم من ناحية الجمال، يعتبر الماي من أفضل المشروبات اللي تحافظ على نظارة البشرة، خاصة فصل الشتاء. فشرب الماي يساعد على إفراز الكولاجين الطبيعي في البشرة، ويساعد على النظارة وحيوية البشرة، وأيضا بيحافظ على سلامة الأظافر، حيوية الشعر. فالماي ما شاء الله دوره وايد كبير في صحة الجسم. ممتاز. في كثير من الناس خصوصا خلينا نقول بنات يعني ما تشرب ماي، تقول لك حسيت لعب كبدي لما اشرب ماي، وخصوصا يعني دائما نص احنا نشرب لترين ونص الى 3 لترات من الماء، يعني نص بشب كميه كبيره تعتبر لبعض من الماي. فشو الطرق مثل ما نقول ممكن احنا نقنع الناس او انهم تساعد الشخص او شيء يتذكر يشرب الماي خصوصا في فتره الشتاء، يعني الناس ما تعطش وايد، كيف ممكن واحد يتذكر يشرب الماي للناس اللي ما تنسى، وكيف الناس يعني تحبب عمرها في شرب الماي؟ اوكي، هو المفروض نحن ما نكره يلي ما نحس بالعطش، لأن العطش يعني وصول الجسم لمرحلة الجفاف، هناك شديد في الماء في الجسم، فدائما لازم نخلي الماء في متناول أيدي، يكون قدام عيننا في البيت، في الدوام، في السيارة، عشان نتذكر دائما نشرب الكمية الكافية بشكل يومي. وحاليا متوفرة وايد تطبيقات في الفون تساعدنا في تذكر الماء نشربه دائما، أو نحط لنا جدول يذكرنا بشرب الماء. اللي ما يحب الماي أو ما يستفيض الماي يروم يحط أشياء تنكه الماي تساعده، نفس الخيار، نعناع، شرايح من الفواكه، يخليها يعني حتى لو قبلها بليلة راح يشوف طعم الماي يتغير، بيتقبله أكثر. وبهالطريقة راح يشربون أكثر. ممتاز. نتعمق أكثر في موضوع أهمية الماي للبنات اللي يبون يحافظون على بشرة أجمل، يعني شو دور الماي؟ كيف شو علاقة الماي بالبشرة أو الشعر الأجمل؟ شو أو لمعان الشعر؟ ترى هو نفس ما قلت من ساعة، هو يساعد في إفراز الكولاجين في البشرة، وطبعا الدم مثل ما نعرف أن الجسم يتكون 70% ماي، والشعر المغذى الرئيسي له الدم. صح. فكل ما نقع في الماء كل ما تسبب في تساقط الشعر، في جفاف البشرة، تقشر الجلد، ظهور تجاعيد مبكرة. فكل ما شربنا ماء راح نلاحظ تحسن في البشرة، في الجلد، حتى التجاعيد راح تقل عنا، والشعر ما راح يتساقط إن شاء الله. ممتاز. احنا مثل ما ذكرنا شو كمية الماء، يعني لترين ونص، 3، في ناس تقول ما له علاقة بكمية، يعني كمية الماء ممكن واحد يشرب لتر ونص، في ناس تقول 4 لترات، شو كمية الماء الموصى بها، المعدل الموصى به لشرب الماء لأي شخص كان؟ هو المعدل التقريبي لترين، اللي هم من 8 أكواب إلى 10 أكواب في اليوم، بس على حسب نشاط الجسم، اللي مارس رياضة يحتاج أكثر، اللي مثلا يعاني من امراض او استرس توتر طول اليوم يحتاج اكثر من كميه الماء. فيخلونا بمعدل طبيعي يكون لترين تقريبا، وكل ما زاد كل ما كان اكثر. ممتاز. كل ما كان احسن يعني. كل ما كان افضل. شو الاغذيه اللي تحتوي على كميه كبيره من الماء، واللي ممكن نحطها ضمن غذائنا اليومي عشان نحصل على جزء من احتياجنا من الماء؟ طبعا الخضروات والفواكه بشكل عام تحتوي على نسبه كبيره من الماء. نفس البطيخ في 90% ماء. الأناناس يحتوي على 70%، الخيار مثلا في 97% ماي، فالروم نضيفة في وجباتنا، في السناكات، سلطات، الخس أيضا 95% ماي فيه، والطماط 94%، ونقدر نعوض بالشوربات والمشروبات الصحية نفس الحليب، لبن، عصائر طبيعية، بس نضمن أنه ما نضيف له سكريات والإضافات الزايد يعني. ممتاز. ممتاز. شكرا لك استاذة عائشة الحمادي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص فوائد الماء في فصل الشتاء. شكرا لك، نهارك سعيد. العفو دكتورة. شكرا. في رسالة وصلتنا، صباح الخير دكتورة ندى، سؤال: إذا كنت ماخذ جرعتين فايزر هل يحتاج أدعمها فايزر؟ نعم، إذا ماخذ جرعتين فايزر يحتاج أدعمها بجرعة ثالثة من فايزر. بعض الناس يعني مو لازم يأخذوا الجرعة الداعمة، هذا موضوع إن شاء الله أتوقع ممكن تكلموا فيه في صحة وسعادة، إذا لا ممكن يجيب دكتور يعني يتكلم بالتفصيل عن من المفروض يأخذ جرعة داعمة إذا ماخذ جرعتين فايزر، من مو مفروض، ومتى الفترة المناسبة، وغير هذه المواضيع إن شاء الله.
اللي يعني يوصي الطبيب انه ياخذ الجرعه الداعمه اخذ الجرعه الداعمه التطعيمات هي في الوضع الحالي في الوباء الحالي الجائحه الحاليه مثل ما نقول هي السلاح الافضل في وقف انتشار المرض وقف مضاعفات المرض يقلل حاجة الناس أن تدخل المستشفيات والعناية المركزة وهذا هو الهدف الرئيسي اللي هو الناس حتى لو صابها الفيروس ما تتعب لدرجة أن تدخل العناية المركزة تحتاج أجهزة تنفس وغير هالكلام فيوصى أنه يطعم يخلي ياخذ التطعيم طبعا فقط تغذية خلصت قبل شوية كنا نتكلم عن فوائد الماء مثل ما قالت أستاذة عاشة بخصوص شرب على الأقل تري من الماء كل يوم افضل طريقه انا شفتها لنذكر نفسها بشرب الماء يعني دائما عندي دبه ماء في ايدي وين ما اسير دائما شاله معي ماء شلوا معاكم غرش الماء الحلوه اللي تحافظ على البروده انا ادري وايد من الناس تقول لك بعد فتره يصير ماء حار ما احب اشربه خذوا معاكم الماء اللي يكون غرش الماء او دبه الماء او علب العلب الماء اللي تكون تحافظ على بروده الماء حطوا داخل النعناع فراوله شرايح ليمون شرايح برتقال جدا يكون منعش ويغير طعم الماء تحسون انكم تشربون عصير اكثر من ماء في نفس الوقت منعش ثاني شيء في فيتامينات ثالث شيء شجعكم تشربون كمية أكبر من الماء بس لازم نحرص على شرب الماء جسمنا كله يتكون من الماء الجهاز الهضمي ما يشتغل أصلا من غير الماء فوايد من الناس تعاني دائما من الإمساك وما تعرف سبب الإمساك لأن أحد أسباب الإمساك طبعا شنو قلة شرب الماء فهالله هالله بشرب الماء شربوا ماي صيفا شتاء خلاص حطوا بالكم مثلا كربع ساعة كنص ساعة راح أشرب ماي عشان أحافظ على جسمي سليم على بشرتي أفضل على شعري أحسن وأجمل فراح نطلع إن شاء الله إحنا فاصل وبعد الفاصل راح يكون عندنا فقرة جدا جميلة عن التطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي طبعا لا يخفى عليكم من هيئة الصحة عنها تطبيق ودائما التطبيق يحطون عليه خدمات جديدة يعني قبل كان تطبيق مجرد ملف مريض وخدمات بسيطة ولكن الآن التطبيق ما شاء الله وصل لمراحل جدا جميلة كثير من الخدمات ممكن تسويها عن طريق التطبيق فراح يكون معنا الأستاذ محمد علي الجسمي مدير مشروع في مركز الاتصال في إدارة ساعات المتعاملين بعد الفاصل يكلمنا عن تطبيق هيئة الصحة بدبي فراح نطلع فاصل ونرجع ابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما ذكرنا قبل الفاصل بخصوص فقرتنا الحين عن التطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي طبعا التطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي من التطبيقات الحكومية المتميزة التي تقدم خدماتها السهلة والمتعددة للمرضى والمتعاملين بشكل عام وعلى مدار الساعة وبما يساهم في تحقيق أقصى درجات الرضا والسعادة للمتعاملين نتكلم عن التطبيق يصير يكون معنا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذ محمد علي الجسمي مدير مشروع في مركز الاتصال بإدارة ساعات المتعاملين بهيئة الصحة بدبي صباحك ورد أستاذ محمد صباح الخير دكتورة أهلا في حياك الله صباح سعادة من عالم يوم سعيد إن شاء الله شكرا لك أول شيء بنتكلم عن الخدمات اللي يقدمها التطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي للمرضى والمتعاملين بشكل عام طبعا شكرا أول شيء دكتورة طلبت الضوء أساس نحن لو نعرف المتعاملين اليوم بالخدمات اللي يقدمها تطبيق هيئة الصحة بدبي طبعا يوفر تطبيق هيئة الصحة اليوم عديد من الخدمات من خلال منصة رقمية موحدة تدعم توجهات حكومة الإمارات الرشيدة في التحول الرقمي. وخلال حرصنا نحن في إدارة ساعات المتعاملين وهيئة الصحة في دبي تحسين تجربة المتعامل وفرنا هذه الخدمات في التطبيق بحيث أن تكون المتعامل يحصل الخدمات بشكل سهل. من أبرز الخدمات اللي قدمها التطبيق اليوم ممكن نحن نتكلم عن حجز المواعيد. خلال فترة جائحة كوفيد يمكن الناس كانت متخوفة بعض الشيء من الأعراض اللي تكون مع استمرار الجائحة. عندنا نحن خدمة طبيب لكل مواطن اللي يمكن الدكتورة أنت وأكثر ناس كدكاترة في المراكز تفتم الخدمة هاي ومتعاملين نحن كيف هي الصحة استفادة منها حيث أن اليوم كانوا متخوفين ومتعاملين خلال الجائحة أن عندي أنا أعراض هل هي أعراض كوفيد مو بأعراض كوفيد صح. خدمة طبيب لكل مواطن هي استشارة ذكية بصوت الصورة كل متعامل يحصل على موعد ويقابل الطبيب ويعرف
الطبيب يشخص الحالة هاي، يشوف شو الأعراض، يوجهها هل يروح المراكز الصحية، هل هي أعراض بسيطة كيف يتصرف فيها، هل يتوجه للطوارئ تعتبر حالة طارئة كحالة كوفيد. هاي واحدة من الخدمات اللي لاقت يعني نقول قبول من المتعاملين وصار فيها مدح صحيح. ايضا يعني مع استمرار الجائحة اليوم نحن الحكومة وفرت لنا نحن التطعيم، فوفرنا للمتعاملين خطوات بسيطة ممكن يحجز فيها موعد تطعيم، يروح اي مراكز الخدمة عندنا نحن، خطوات بسيطة يحجز الوقت والموعد اللي يناسبه في المركز اللي يناسبه. ايضا بعض الخدمات الاخرى اللي موجوده هي خلال اللياقه الطبيه، مثلا ممكن يتعرف على حاله الطلب اللي صار له لاساس انه يحصل على شهاده اللياقه الطبيه. صحيح. وخدمات ثانيه مثل هي اليوم البراعم اللي تساعد اولياء الامور انه يتعرفون على السلوك، مراحل تطور السلوكي للطفل من خلال استبيان يطلع خلال فتره معينه، مثلا اليوم مثلا لما يوصل الطفل للسنه مثلا تكون في بعض السلوكيات اللي ممكن يطمن فيها الوالد على طفله. صحيح. يجاوب على أسئلة معينة، بعدها يحصل على الاستبيان يبين هل الطفل حالته سليمة أو هل هو محتاج يعني يراجع الطبيب أساس يكون في تقييم أكثر الحالة. صحيح. وبعض الخدمات نعم اتفضل. في بعض الخدمات الأخرى اللي يمكن يحصل فيها مثلا اليوم بعد التطعيم خطوات بسيطة ممكن يحصل فيها على 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 شهادة اللي هي أستاذ محمد، فصل الخط أتوقع. فهذه الخدمات اللي ذكرها أستاذ محمد بخصوص تطبيقها تصاحب البيت، طبعا مثل ما ذكر تطعي طبيب لكل مواطن، خدمة حجز المواعيد، حتى حجز مسحات الكوفيد يقدر المتعامل يحجزها عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. أستاذ محمد معنا؟ خطوات استخدام التطبيق ترى جدا سهلة للناس اللي للحين ما جربوا ينزلون التطبيق. هو دائما الناس تقول دكتورة التسجيل في التطبيق شوي ياخذ خطوات، نعم التسجيل في التطبيق ياخذ شوي خطوات مطولة، لأن حماية لملفاتكم الطبية أو معلوماتكم الصحية موجودة أصلا في تطبيق هيئة الصحة، لأن أنت ساعة ما تدخل على التطبيق كل معلوماتك الصحية تكون موجودة لك ولعائلتك لأهلك لعيالك، كلها تكون موجودة على تطبيق هيئة الصحة بدبي. تقدر تدخل على ملفاتهم، تقدر تشوف المواعيد، تحجز مواعيد، تتابع نتائج التحاليل، الأدوية وغيره 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 عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. طبعا التطبيق أيضا يعطينا مجال إن احنا ندور عن المنشآت الصحية والأطباء والمهنيين الصحيين. أستاذ محمد معنا مرة ثانية؟ هلا دكتورة سامحيني. هلا أستاذ محمد. ما في مشكلة. إنزين نتكلم عن مميزات خاصية البحث عن المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية وكيف ممكن المتعامل يستفيد من هذه الخدمة. صحيح، الخدمة هاي متوفرة إن إحنا اليوم كشخص أقدر أبحث عن كل الأشخاص المرخصين من هيئة الصحة كمهنيين حصلوا على ترخيص من هيئة الصحة في دبي. اليوم في تخوف من بعض المتعاملين او بعض الاشخاص ان اليوم هل هذا الطبيب طبيب مرخص من هيئه الصحه، هل هاي المنشاه مرخصه وتمارس اليوم الاشياء اللي المفروض تمارسها كمنشاه صحيه في اماره دبي. التطبيق يوفر من خلال البحث خطوه بسيطه ان انت تحط اسم المنشاه هاي او اسم الطبيب، هل هو نفترض مثلا اليوم حطينا دكتور من دكاتره، من خلال خطوات بسيطه اختار اسمه ويبين هذا دكتور مرخص من هيئة الصحة في دبي، تكون تبين عنده هو الخبرات العملية، مرخص من هيئة الصحة، سنة التخرج والمعلومات عنه كشخص مرخص أو مهني مرخص من هيئة الصحة في دبي. ممتاز. كذلك المنشآت المرخصة من هيئة الصحة في دبي. ممتاز. لو نخبرهم عن مميزات التطبيق ومدى سهولة تصفح التطبيق نفسه. اليوم هيئة الصحة دعمت اللي هي المعاملات اللاورقية، توجه حكومة دبي للاستراتيجية دبي المعاملات اللاورقية. يعني اليوم عديد من الخدمات الميزات موجودة في التطبيق تغنيك انك انت تروح المراكز الصحية. تطبع الإجازة المرضية من يسويها الدكتور عندك انت مثلا يوم خلص من زيارة عند الطبيب، الدكتور صرف لك إجازة مرضية،
كنا نحن نضطر قبل نروح المركز وتكون فيه ختم اللي هو الختم اللي نحن نعرفه. نعم. اليوم وفرنا خدمات سهلة للمتعاملين، ممكن هو يحصل على الختم بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة للدفع الذكي. حتى اليوم يعني يمكن الناس على دراية من خلال التطعيم، شاشة في خدمات أو مراكز التطعيم في هيئة الصحة في دبي، ما في اليوم أوراق نحن نطبعها للتطبيق أو بطاقات التطعيم. صح. مجرد ما يخلص من رحلته في مركز التطعيم يحصل على بطاقة تطعيم من هيئة الصحة، تكون متوفرة في الابليكيشن وتكون إلكترونية، تغنيك أنك تكون عندك بطاقة شايلها معك في كل وقت. فتكون موجودة في ملفك في التطبيق، وهي سهلت اليوم أن المتعاملين يكونوا عندهم الأوراق بدون ما يرجعون للمراكز أو أنه ممكن يضيع عندنا الورقة. أيضا الخدمات الثانية اليوم، التقارير اللي تكون في زياراتك المراكز الصحية كلها اليوم متوفرة على تطبيق هيئة الصحة في البيت، ورقية لا ورقية بنسبة 100%. اليوم ما في ورقة تطعيم العطب في المركز بعد زيارتك. صح. في مراكز الخدمة كلها متوفرة تكون اليوم بشكل إلكتروني على التطبيق. صحيح. بخصوص خدمة التقارير الطبية اللي وفرها التطبيق، لو ممكن خبرنا كيف التطبيق سهل على المتعامل أصلا يقدم على خدمة التقارير الطبية، وهل ممكن أن التقرير مثلا يطرش من التطبيق أو يتحول على طبيب المريض؟ فلو ممكن تكلمنا أكثر عن هذه النقطة. مثل ما تفضلت اليوم بعد ملخص الزيارة اللي كانت من الطبيب اللي انحطت في النظام تكون متوفرة للمتعامل، هو ممكن يخليها عنده في التطبيق ويشاركها مع الشخص اللي يضيف. صح. حتى بطاقة التطعيم تكون متوفرة عنده في التطبيق، يمكن نرجع لها ملفها متوفر عنده ملف إلكتروني في التطبيق، يقدر رجع البطاقة هاي أو التقارير هاي. اليوم نحن رحنا مثلا مكان ثاني محتاجين نحن طبيب يطلع على الملف أو التقرير الطبي اللي كان عندي، فهو متوفر التطبيق ممكن نشارك فيه أي شخص نحن مصرح إن نحن نعرض عليهم التقارير هاي. ممتاز. ما شاء الله، مثل ما تفضلت أخوي محمد، يعني تذكرنا مميزات تطبيق هيئة الصحة والخدمات، نشوف أنه تطبيق متكامل، يعني تقريبا معظم الخدمات يقدر المتعامل يحصل منها عليها من خلال تطبيق هيئة الصحة. صحيح. اليوم حتى ممكن حتى خدمة التبرع بالدم من خلال دمي. نعم. ممكن التطبيق يعرف من خلال استبيان معين بسيط جاب فيها على الأسئلة، هل أنت اليوم مؤهل أو أنت إليجبل أنك تروح تتبرع بالدم ولا لا، من خلال الإجابة على هاي الأسئلة وحتى تغنيك أنت تسهل عليك أو رحلة الزيارة هاي، رحلة المتعامل في المركز نفسه. صح. اليوم أنت هل أنت مؤهل أنك تتبرع بالدم ولا لا؟ مؤهل، تعبي الاستبيان هذا، خطوات بسيطة تأخذ من وقتك 5 دقائق، تغنيك أنك تنتظر في المركز، مجرد ما يكون الاستبيان عندك موجود وتم تروح المركز تحصل على تتبرع بالدم خلال دقائق معدودة وتروح. يعني هاي سهلت حتى على رحلة المتعامل في حصول على الخدمة. ممتاز. أنت ذكرت أعتقد أستاذ محمد موضوع المواعيد الطبية على السريع، فنتكلم شوية عن التحكم في المواعيد الطبية وإدارتها، يعني هل المتعامل يقدر يحجز موعد، يغير الموعد أو يكنسل الموعد عن طريق التطبيق؟ نعم. اليوم المريض مجرد ما يكون ربط ملفه الصحي على الحساب اللي موجود في التطبيق يقدر يطلع على ملف الطبي كامل، فتبين له اليوم كل المواعيد المحجوزة عنده، المواعيد القادمة، حتى ممكن يطلع على المواعيد السابقة. اليوم حتى المواعيد القادمة يعني ممكن يعدل في الموعد، يشوف الوقت اليوم ما ناسبه على حسب اللي متوفر في النظام، ممكن خطوات بسيطة اليوم يعدل الموعد في التطبيق، اضطر انه مثلا اليوم ما يقدر يروح الموعد هذا ممكن يلغيه من خلال التطبيق. فاليوم التطبيق يتيح عديد من خدمات المتعامل ويسهل عليه انه يتحكم في مواعيده. مثل ما قلنا خدمه الالغاء موجوده في حالنا، اليوم ما قدر يحضر يتيح المجال لغيره من المتعاملين، بدل ما اني انا اخلي الموعد مثلا اليوم ما اقدر اتصرف فيه او اني انا ما اقدر اروح المركز وابلغهم اني انا بلغي الموعد هذا، ممكن خطوه بسيطه من خلال التطبيق يلغي ويتحكم في موعده ويلغيه، يتيح المجال لمتعامل ثاني انه يحصل على الموعد. ممتاز. أنا شاكر لك أستاذ محمد علي الجسمي، مدير مشروع في مركز الاتصال إدارة سعادة المتعاملين، وجودك معنا اليوم وحديثك عن التطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي. أتمنى أن المعلومة تكون وضحت للمستمعين بخصوص التطبيق، وفعلا يشوفون كمية الخدمات اللي يقدمها تطبيق هيئة الصحة بدبي ولتغنيهم عن زيارة المنشآت الصحية في الهيئة. شكرا لك أستاذ محمد ونهارك سعيد. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا ما شاء الله أستاذ محمد كفى ووفى بخصوص الخدمات اللي تقدم لكم عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي.
ونرد نقول نشجع كل حد الحين يسمعنا على الهواء ينزل تطبيق هيئة الصحة بالبي وياخذ دقائق يسجل فيه، ومن تسجلون فيه إضافة العائلة ترى يكون وايد سهل. هي الخطوة الأولى تسجيل اليوزر، يعني هذا اليوزر نيم والباسورد أو كلمة المرور وكلمة السر تسوونها، وبعد هذا تضيفون كل أفراد الأسرة، الفئات المساعدة، عيالكم، أمكم، أبوكم، تضيفونهم في تطبيق هيئة الصحة. وايد يساعدكم إنكم تشوفون ملفاتهم الطبية، يعني مواعيدهم، الأدوية، الأشعة، وين ما تصيرون داخل دبي، في الإمارات، حول العالم، ما في داعي تشيلون أوراق. أذكر قبل الناس تينا العيادات تقول دكتورة طبعي لي كل نسخ التحاليل وكل الأشعة اللي سويتها عشان أنا بسافر بودي معاي الأوراق، ويشلون أوراق وضيع الأوراق ويصور هناك الأوراق ما وصلت. الحين كل شيء موجود على تطبيق هيئة الصحة بالبيت، بس عليكم تنزلون التطبيق وتسجلون فيه، كل شيء بيكون موجود. وين ما تصيرون ترمونهم نتائجكم، تحاليلكم، تقاريركم الطبية، حتى خدمة تصديق الشهادات المرضية ايضا موجوده عن طريق التطبيق. يعني قبل كان متعامل، لان احنا حكومه لا ورقيه، لازم تطبع الورقه ويحطون الختم ويدفع عليها 70. الحين التصديق على الشهادات المرضيه يتم اونلاين عن طريق تطبيق هيئه الصحه بدبي، تم تفعيل خاصيه الدفع في التطبيق، فوايد اسهلكم انكم تسوون خدماتكم اونلاين. وترى يا جماعه بعض الناس ادري مقابلهم في العياده يقول لك دكتوره بعد تقول ادخل اونلاين انا وصلت. التوجه الآن هو التوجه الرقمي، إن الأشياء تتحول إلكترونيا. ليش؟ أولا توجهات حكومة دبي والشيخ محمد برشد الله يحفظه أن الخدمات الحكومية تقدم على مدار الساعة من غير زيارة مراكز الخدمة، فما في طريقة أن خدمة تقدم على مدار الساعة من غير زيارة مراكز الخدمة إلا عن طريق القنوات الإلكترونية، وهي أفضل لكم. شفنا إحنا في جائحة الكوفيد واحدة من الأشياء الإيجابية اللي دائما نقول عنها، بعض الناس دائما تركز على الجانب السلبي للكورونا، لكن في جانب إيجابي إنه سرع تحولنا الذكي. الإمارات ما شاء الله دائما كان عندها تحول ذكي موجود، لكن الجائحة خلتنا تحول ذكي بطريقة أسرع. صار التعليم عن بعد، صار العمل عن بعد. أنا أتوقع في خلال كم سنة الجاية كثير من الشركات والمؤسسات والهيئات راح تسكر مكاتبها وتنقل الموظفين يتعاملون عن، يعني وظائفهم تكون عن بعد. الموظف يقدر يكون أي مكان حول العالم يؤدي وظيفته، الطالب ممكن يكون أي مكان حول العالم يتابع دراسة، ما بيكون محدود بوجودك فعليا في المكان في مبنى الدراسة أو العمل، وهذا شيء جدا إيجابي. ترى في لو شفنا ممكن 60% من الوظائف ممكن تؤدى عن بعد، ما في داعي يكون واحد موجود في نفس المكتب. فليش مكاتب وإيجار وتكدس وليتات وكهرباء؟ الناس تشتغل من أي مكان، ممكن تسافر، يعني ممكن حتى تسافر وأنت على بعدك على رأس عملك بس بفضل التكنولوجيا. فهذا التوجه الذكي هيئة الصحة قاعدة تواكبه. فتلاحظون خدماتنا، يعني الخدمة الأساسية لهيئة الصحة له التطبيب أو الاستشارة، صارت حتى عن بعد، وانت قاعد في بيتك، في الكوفي شوب، في المكتب، مسافر، ترو من انت تدخل على تطبيق هيئة الصحة بدبي وتحجز موعد طبيب لكل مواطن. تدخل بعدين وقت الموعد الدكتور بيفتح الكاميرا وبيعطيك تشخيص كامل ما عدا الحالات الطارئة، واحنا طبعا من خبرتنا اكثر من 80% من الحالات تدخل العيادات حالات غير طارئة، ممكن يتم الكشف عليها وإعطاء العلاج الكامل عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن. فهذا الطبيب ممكن يكتب لك الوصفة الطبية وانت داخل الوصفة لأي صيدلية ويعطونك الدواء. فهذا التوجه الرقمي الموجود حاليا يا جماعة والعالم ماشي له، لأنه هو التوجه الأفضل. ما تكون محكوم بوقت معين، بزمن معين، دور باركينج، أحيان بيسكر المكتب، أحيان بيسكرون الخدمة على مدار الساعة. فاستفيدوا من هذه الخدمة، حتى خدمة إنشاء بطاقة صحية موجودة في تطبيق هيئة الصحة بدبي، وأعتقد أيضا تجديد البطاقة. فنزلوا التطبيق، سجلوا فيه، وابتدوا تشوفوا التطبيق شو الخدمات اللي تقدم فيه. راح تشوفون إن الخدمات المقدمة فيه توفر عليكم وايد من زيارة العيادات أو من زيارة المنشآت الصحية. وشفتوا خلال الجائحة كن الناس أصلا كانت تخاف تدخل المنشآت الصحية، يقولك لا أخاف أصير ألقط كوفيد، وهذا كلام طبعا كان يعني غير صحيح مع الإجراءات الاحترازية عندنا وكل شيء، لكن ساعدنا هذا نعرف أن هناك كثير من الخدمات ممكن أن تقدم عن بعد، يحصل عليه المتعامل من أي مكان هو يحبه. فنزلوا التطبيق، سجلوا فيه، ضيفوا أهلكم،
حتى لكبار المواطنين عندنا في البيت، وهالكلام قلته أكثر مرة في صحة وسعادة، نضيف أنا ضيفة أمي وأبوي في التطبيق، فأتابع مواعيدهم، مواعيدهم، أدويتهم، تحاليلهم، ما في داعي أتصل في حد، ما في داعي وأنا أشتغل في فئة الصحة، ما في داعي والله أنا في البيت والله بدق على العيادة أعطوني تحاليل أمي، كل شيء عن طريق التطبيق ترومون تتابعونه، أحجز لهم مواعيد، أتابع نتائج تحاليلهم، مواعيد دكاترتهم، كل شيء عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. يعني حتى ما شاء الله التسهيلات اللي تقدم لنا الهيئة، إن حتى كبار المواطنين ما في داعي يسيرون العيادة عشان يأخذون دواهم، ممكن عن طريق حتى التليفون وصف الأدوية ويوصلك الدواء برسم الخدمة للبيت بخدمة دوائي لذوي الهمم، لكبار المواطنين هاي توصلكم خدمة البيت من غير ما تدخلون أي مركز خدمة. وأكيد بعد عندنا خدمة الزيارات المنزلية أيضا موجودة للي يحتاجون أنهم يشوفون الطبيب عشان يقيم حالتهم، يشخص حالتهم، أيا كان الحاجة اللي يحتاجونها لوجود طبيب، هذه كلها خدمات تقدم هيئة الصحة بدبي. فما شاء الله استفيدوا من هالخدمات لأنها فعلا خدمات رائدة، ومع الوقت بتشوفون أيضا خدمات زيادة. وإذا أنتوا حابين أي خدمة، هالكلام دائما إحنا نقوله في صحة وسعادة، في خدمة تحسون مش موجودة، في خدمة تحسون تبون تتطور بطريقة معينة، استفيدوا من مركز الاتصال، تقدمون الاقتراح، قدموه كاقتراح أو ادخلوا على موقع هيئة الصحة وقدموا الاقتراح إلكترونيا. الاقتراحات الإلكترونية جدا مفيدة في تطوير الخدمات. أتكلم أنا عن نفسي بما أني في عيادة، خدمات الـ كذا اقتراح وصلنا من متعاملين تم تطبيقه وضيفة الخدمة للعيادات. فلا تستهينوا باقتراحاتكم مهما كان الاقتراح كبير أو صغير، قد يكون الاقتراح تعديل على خدمة موجودة حاليا، لكن تحسوا لو شوية عدلنا عليه بهالطريقة راح تكون أفضل. قدموا الاقتراح إلكترونيا أو قدموا عن طريق مركز الاتصال 800-342. الاقتراحات يعني نستقبلها بكل صدر رحب وتساعدنا جدا في تطوير الخدمات، تحسينها، فتح خدمات جديدة، لأن في النهاية نحن مراكز خدمة تقدم خدمة لمتعاملين، فدائما المتعامل له منظور مختلف للخدمة عن مقدم الخدمة. أنا كمقدم الخدمة ممكن أحس أن خدمتي ممتازة 100%، ما عليها قصور مثل ما يقولون، لكن لما تكون أنت متعامل تستقبل الخدمة تقول لا، فهالخطوة أبد سهلوا ليها شوية، مثلا بدل ما يكون في ثلاث خطوات يكون في خطوة أو خطوتين، أو ممكن تحاولون هالخطوة إلكترونية. وايد تساعد الاقتراحات جميع الجهات مو بس هيئة الصحة، تساعدنا في تطوير خدماتنا، تحسين خدماتنا لتكون ملائمة أكثر لكم أنتم كمتلقين الخدمة. بما أنا بعد عندي وقت، في دراسة حلوة شفتها اليوم بخصوص أو خبر عن السيلياك، لأن وايد من الناس تسألني عن مرض السيلياك اللي يسمونه المرض الشائع المتخفي. السيلياك طبعا هي من أمراض المناعية الذاتية تصيب الأمعاء الدقيقة نتيجة تكوين الجسم أجسام مضادة لبروتين الجلوتين، الجلوتين الموجود في القمح. الإنزيم اللي يهضم هالبروتين يهاجم الأنسجة المبطنة للأمعاء الدقيقة، مما ينتج عنه التهاب مزمن يسبب طبعا ضمور، يأثر على امتصاص الأغذية من الطعام، فيستوي عندنا نقص في الجسم. عامل وراثة له دور كبير جدا في مرض السيلياك. عند أقارب الدرجة الأولى 25% ممكن يكون عندهم مرض السيلياك يرثونه. هناك إحصائيات متزايدة للمصابين بمرض السيلياك حول العالم. طبعا مرض السيلياك يصعب تشخيصه لتشابه بعض أعراضه مع أعراض القولون العصبي. في وين من الناس تيجي العيادات نحس إن عنده أعراض قولون عصبي، يكون انتفاخ دكتورة، إسهال، إمساك، أحس الهضم عندي بطيء، أحس دائما عندي غازات، فيتشابه مع أعراض القولون العصبي. لكن من الأعراض المحتملة للسيلياك اللي مثل يقول تخلينا إحنا أطباء نشك إنه ممكن يكون سيلياك، نقص فيتامين د مستمر طبعا لأنه يكون في سوء هضم، سوء امتصاص الأكل من الأمعاء، إسهال مزمن ونقص الوزن، الشحوب، آلام بالبطن مستمرة ما لها تفسير. فدائما هذه المرضى شو ننصحهم؟ تجنب الجلوتين الموجود في القمح والشعير والشوفان. طبعا الشوفان لا يحتوي على جلوتين، لكن أحيانا الشوفان يكون مخلوط بالشعير، فممكن يكون مخلوط مع القمح، فممكن يسوي لنا رد فعل تحسسي. وطبعا المنتجات اللي المخرج يقول لي خلاص دكتورة سكري بعد عندي دقيقة خلي خلص عن السيلياك واحدة خلص عليها 55.
فما شاء الله المنتجات الخالية من الجلوتين ما شاء الله متروسة في السوق. يعني اللي عنده حساسية من اللاكتوز المنتجات موجودة، حساسية من الجلوتين موجودة، فكل المنتجات ما شاء الله موجودة. فأنا وصلت لختام برنامجنا. شكرا لي في التنسيق كانت معي ميرا المري، وفي الإخراج كان معي وائل قاسم. شكرا لكم. معنا وائل قاعد يستعجلني عشان أخلص البرنامج. ومتحدثتكم دكتورة ندى الملا، كنت معكم عمد الساعة الهوى. إن شاء الله كانت ضيفة خفيفة عليكم. إلى نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.